بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. حديثنا اليوم عن أحد عمالقة الفكر العربي والإسلامي، إنه الأستاذ عباس محمود العقاد. العقاد ولد سنة 1889 وتوفي سنة 1964. ولد في أسوان ويعني في أسرة متوسطة الحال، وتعلم في كتاب القرية ولكن لم يكمل تعليمه فيما أكثر من حصوله على الابتدائية. نزل إلى القاهرة وبدأ يعمل بالعمل الصحفي، الكتابة مع في مجلة يعني المؤيد الذي كان يصدرها أستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله. تمرس قلم العقاد في الكتابة وكان يعني قلما قويا رصينا مبدعا، ولكن كان في هذه المرحلة لا يميل إلا إلى الكتابة في الأمور السياسية، وكان له ميول في هذه الفترة في تبع حزب الوفد المصري آنذاك. كان محبا وقريبا جدا من الزعيم المصري الراحل سعد زغلول باشا رحمه الله. فيما بعد اختير الشيخ يعني او الاستاذ عباس محمود العقاد عضوا في البرلمان المصري، ولكن سرعان معروف العقاد كان حادا قويا صلبا وحمي الانف، يعني عنده عزه نفس لا يقبل ابدا بالضيم. ففي هذه الفتره حاول الملك فؤاد أن يعبث أو يغير أو يتلاعب بدستور مصر الذي كتب سنة 1923. كان الدستور فيه نصان مهمان، النص الأول الأمة مصدر السلطات، النص الآخر أن مجلس النواب أو مجلس الأمة يناقش الوزارة ويحاسبها. أراد أن يحذف هاتين المادتين، فوقف عباس العقاد في البرلمان يقول بأعلى صوته: إننا على استعداد أن نسحق أكبر رأس في البلد إذا اقترب من الدستور أو أراد أن يغيره. فحبس في السجن حوالي 6 أشهر أو يزيد قليلا بتهمة سب الذات الملكية، أي الملك فؤاد آنذاك. خرج عند رأيه وعند إصراره وأكمل مشواره رحمه الله. واستمر عباس العقاد في استمراريته وقوته وكتابته. في هذه الفترة كانت معظم كتابات عباس العقاد معظمها كتابات أدبية وسياسية، ما بين دواوين الشعر التي يكتبها وما بين المقالات السياسية والتحليل السياسي العميق، وما بين تراجم لبعض الناس من العرب كالمعري كسعد زغلول، إلى بعض التراجم عن آخرين من الأجانب وغير العرب، ومثل أيضا العجم مثل غاندي، وكتب أيضا عن بعض الحكام الإسلاميين كمحمد علي جناح. كانت معظم هذه المرحلة يعني استغراق من عباس العقاد في هذه الكتابة حول هذه الموضوعات. لكن العقاد تحول فيما بعد، بعد أن كتب محمد حسين هيكل كتابه عن حياة محمد، تحول العقاد إلى الكتابة في الإسلاميات، فكتب عبقريات التي كتبها العقاد. بدأ بعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عبقرية عمر، ثم عبقرية أبو بكر، ثم عبقرية علي وعثمان وخالد، و يعني عبقرية المسيح، إلى هذه الكتابات الإسلامية والفلسفة القرآنية، المرأة في الإسلام في القرآن، الإنسان في القرآن، إلى كتابات يعني أخرى. لكن كان واضحا أن العقاد اتخذ خطا جديدا زاد من الخط الإسلامي قوة وصلابة. فلوحظ أنه في أسلوبه في الكتابة في هذه الإسلاميات، وكتب كذلك حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، وكتب ما يقال عن الإسلام، وكتب كتابات أخرى، كتابات كثيرة جدا في الإسلاميات،
مثلا الله كذلك كتاب عن العقيدة في الله عز وجل، وكتابات أخرى يعني أسهب فيها العقاد رحمه الله، كانت تمتاز هذه الكتابات بالعمق، سواء العمق الفلسفي أو العمق في التفكير أو الردود العلمية القوية على هذه القضايا التي تثار حول الإسلام وحول الدين الإسلامي والقرآن. العقاد بأسلوبه الفلسفي وأسلوبه العقلاني القوي كان إضافة مهمة، لأن معظم من كان يكتب في هذه القضايا آنذاك من المشايخ كان يكتب كتابة يعني علمية منهجية تفيد طلبة العلم، لكن العقاد نحى منحى جديدا، أخذ يكتب ليخاطب غير المسلمين وغير الإسلاميين وغير المتدينين الذين لا يقنعهم الإسلام أو تدينهم خفيف أو ثقافاتهم ثقافة غربية ثقافة غير عربية. ولذلك رأينا في كثير من كتاباته يميل إلى هذا التنظير، إلى قراءة الكتب المترجمة، إلى نظرة ماذا يقول الآخر عنا، ماذا يتصور الآخر عن الإسلام، ماذا يتصور الآخر عن الحضارة الإسلامية، عن الحضارة العربية. ولذلك دعاه هذا إلى أن يكتب رسالة صغيرة مهمة بعنوان الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونانية. فهذا الخط كان شيئا جديدا مهما لعباس العقاد، وإذانا بميلاد عملاق من عمالقة الفكر الإسلامي الحديث. العقاد بعد تطوره الأدبي والسياسي اتجه إلى الكتابة في الإسلاميات والجانب الإسلامي، وكتب العبقريات كما أشرت وعددا من الكتب، وكان يركز فيما يكتب في المسائل العقلية وخطاب العقل نقاش العقل. ولذلك رأيناه يكتب كتابا بعنوان التفكير فريضة إسلامية، جمع الآيات التي تتكلم عن التفكير في القرآن الكريم وفي الإسلام، يعني لقوم يتفكرون يعقلون لأولي الألباب لأولي النهى يفقهون أفلا تعقلون أفلا تبصرون، يعني إلى آخر هذه الآيات. خرج بنتيجة مجملها أن كل هذه النصوص تدعو الإنسان للتفكر، التفكر في الكون، وأن التفكير وإعمال العقل فيما هو من مجال العقل أمر مطلوب، لأن تعطيل العقل هو تعطيل عن وظيفته التي خلقه الله عز وجل لها، فهذا أمر مهم. امتازت كتابات العقاد الإسلامية بأنه نافح نفاحا ودفاعا قويا في قضايا واضح فيها الجهد العلمي المبذول لإيضاحها. حتى العبقريات التي تناول فيها، ما لم تخلو العبقريات من لفتات مهمة تبين التفاتة العقاد إلى زوايا في الأحداث تشير إلى معالم هذا الدين العظيم. يعني مثلا في عبقرية عمر، حينما نظر إلى قصة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، حينما سمع أصوات لأناس يشربون الخمر واختلاف رواية هل تصور عليهم أم كذا، فقال تشربون الخمر؟ قال القوم المجتمعون يا أمير المؤمنين أخطأنا مرة بشرب الخمر، وأخطأت أنت مرتين، مرة أن تجسست علينا ومرة أن تصورت الصورة علينا دون استئذان ولم تستأذن في الدخول علينا. فاعتذر عمر وعاد. يقول العقاد هنا هذه اللفتة المهمة، يقول ليست العبقرية هنا عبقرية عمر، يعني هنا مش عبقرية عمر فقط، إنما عبقرية الإسلام الذي وضع نظاما يجعل الحاكم يقف عند حدوده، له حدود يقف عندها، ويجعل المحكوم يعرف حقوقا له يطالب بها. هؤلاء الذين أخطأوا بشرب الخمر وكبيرة، لكنهم وقفوا أمام تجاوز الحاكم في استعمال سلطته عليهم. كذلك رأيناه في عبقرية عمر يرد ردا رائعا في الفرية التي
تفرى على عمر بن الخطاب ويتهم بها أنه أحرق مكتبة الإسكندرية في مصر حينما فتح المسلمون مصر. هناك رواية تقال في التاريخ أنه عمرو بن العاص سأله ماذا نصنع فيها، قال ما كان في كتاب الله فيه فلا قيمة لكم بها، أعدموه، وأنهم أحرقوها وأنهم ملأوا بها حمامات المصريين. انبرى عباس العقاد يرد هذه الفرية عن الإسلام وعن المسلمين، ويثبت أن المكتبة أحرقت من أيام الإسكندر الأكبر وفي الأكبر وفي حروب قبل دخول الإسلام إلى مصر، واستدل بأدلة من كتاب غير مسلمين دللوا على ذلك كإدوار جيبون في كتابه الدولة الرومانية، إلى مؤرخين آخرين. كان واضحا من كتابات العقاد هذا الجانب المهم في الدفاع والمنافحة عن الإسلام. فحينما كتب كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، يعني نلاحظ أنه لا يخاطب المسلمين، يعني بعض يقول هذا كتاب، نعم، لأنه كانت عين العقاد في هذا الكتاب وفي كثير من كتاباته عن الإسلام عينه على الآخر ليطلعه على الإسلام وعلى حقائق الإسلام وعلى عظمة هذا الدين، ولذلك كان عنده أمل أن يترجم هذا الكتاب، لأنه كتبه خصيصا للمؤتمر الإسلامي الذي يعني أنشئ سنة 57، وكتب لهم هذا الكتاب وفعلا ترجم إلى بعض اللغات، لغات العالم الغربي إلى اللغات غير العربية. العقاد رحمه الله كان واضحا في كتاباته أنه يحرص على إماطة اللثام وإزالة الشبهات عن هذا الدين الإسلامي العظيم. ربح الفكر الإسلامي بانتقال العقاد إلى هذا الخط كاتبا إسلاميا عريقا وأديبا بلغته الأدبية وأسلوبه الفلسفي العقلاني الرائع، ربح في هذا المجال كاتبا وعملاقا ضخما، أثرى المكتبة الإسلامية بكتابات كثيرة عن الفلسفة القرآنية وعن المرأة في القرآن والإنسان في القرآن، وكتابات عن العبقريات، عن عدد من الصحابة وعدد من أنبياء الله ورسله. فرحمة الله على العقاد في عبقرياته التي كتبها ذلك العبقري المسلم عباس محمود العقاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.